صح النوم، قم يا ولد الساعة 1 وانت راقد راقد. زين اتركني خلاص برقد. يا ولد الساعة 1 راقد انت من امس، خلنا نطلع من الجدول. خلاص الجولة وتركوني. لا ما بتركيني، كل طلعة بدونك ما تسوى. اللي تسوى. لا ما تسوى، خل تسوى. قم صحصح وشد حيلك وخلنا نستانس. انا صحصح انصحصح مسلك، تروحون تتركوني خلاص. ما انا برايحين تاركينك لو تموت. لا تتركوني. لا ما انا بتركينك، شو تسوي لو تركناك؟ برقد ليه ما تجوني وبفرح. النوم ما يجيب الفرح، النوم يجيب الخمول والكسل ويضيع يومك ويضيع جداول كلها تضيع. ما يضيع، في مطعم تحت اقدر اروح له واجي. حول ولا قوة الا بالله. قم قم العين الشيطان وصحصح قم. انا قايم. فشاري. والله ما اقوم. جبت لي النوم انت بعد، اعوذ بالله. روح ارقد انا بروح ارقد اجل. يلا. لا 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 مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش م... اوه اوه وش ذا؟ مسرع صحصحته ولا ما تقول بنام والنوم زين وما ابغى اطلع. خلاص هذه علوم خاصيه ما يتكلم فيها. اليوم الأجواء ماطرة في المدينة، لنا يومين ناشفين اليوم مطر. يوم الهلال لأنه ما في مباراة هلال، بس كذا طبعا أخاف ألبس. اليوم يوم الصداقة، ما تدري كيف عرفت؟ اليوم أنا أقرأ في الكتب. طلع اليوم يوم اليوم الصداقة. اليوم عالمي للصداقة. خلاص بنسوي لنا فيديو للصداقة، إيش رأيك؟ واضح انه مخربه مع ناس كثير. واضح مخربه مع ناس كثير انت. بما ان اليوم العالمي للصداقه، فزاع قرر يفطر العيال، راح يشتريهم معلبات. معلبات يا ولد. هذا ويش؟ ما اعرف. ولا هذه زينه. ليش تاخذ صغيره؟ وي صغيره. فطر لك 10 ريجيل واخذ لك حبه، هذا كبرها. عيطي انت زيادة. يلا اخذنا المعلبات رايحين للكرفان، بنفطر فطور غدا. ايش اسمه؟ فطور غدا يعني عكسنا. يلا. هل انت مشتاق لماجد؟ لا. افا اول شيء جو بيض. نروح للسوق يقول يلا يا عيال خلينا نمشي على الكرفان. ايش قدي طوش بالسوق طوش. ماجد رجال ما يحب الاسواق، شي بيب الاسواق. خلاص ابرك انا راح. حو انت مشتاق له؟ انا اي والله مشتاق لماجد. يود جوا بيض 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 بيض. اقول ان خلاص الان اجواء صلاله صارت عالميه. اول ما جينا كانت الدنيا هذه مو بخضار، الخضار بس في الجبل. الحين حتى في المدينه تخيلوا مع الشارع نمشي صارت الاراضي كلها خضراء، الدنيا كلها خضراء. الآن أجواء جدا بطلة للصلالة، كل ما تأخر بعد الوقت كل ما زاد الخبر أكثر من ما تشوفون كله. يا سلام يا سلام. اليوم العالمي للصداقة، اليوم نفطر مع بعض. ما شاء الله عليك صراحة، شكرا أنك جمعت الشباب وجبت لهم فطور. الله يبيض وجهك صراحة. ما قصر والله. والله بالله كلمة في اليوم العالمي للصداقة، يعني لأي صديق وش توجه له كلمة؟ ما أدري. كيف ما تدري؟ ما أدري. أنت ربك جبت لي كاكا لحق. تعال يا ولد. اسمع عندك أصدقاء أنت صح؟ ايه؟ كلمة توجهها لأصدقائك. الله يوفقك. بس. ايه؟ الله يهديك. الله وضعك مزري أنت. والله وضعك مزري صدق، رايح فيها. امسك اشرب هذه. اي مويه فيها نكهه لبان ترى، زينه للصدر. اشربها كلها شرب زين. فزع الايام اللي راحت واليوم تحتاج تلبس جاكيت؟ لا والله. تحتاج تلبس ملابس دافيه؟ لا والله. ليش؟ الجو ترى برا مو بارد، الجو عادي جدا جدا، ونشغل المكيف بعد بالسياره. مو بارد مره اللي يجي في بالكم الاجواء كذا مطر وغيم في برود. هلا قص. وش قص؟ لا 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 مشكلتك كنت غشيم.
الحل عندي والله. امشي وديكم مستشفى، انت صدرك تعبان وخشمك بدا يقفل، الوضع مزري، لازم اوديك المستشفى. والخلطات عاد نطبقها في الليل. يلا فزع. انا بودي لك المستشفى الحين، تروح عند الدكتوره وتعلمها بالالم اللي تحس فيه. وش الالم اللي تحس فيه؟ الحلق، الكحة كثيرة، ومرات من بالليل ما قمت من النوم كل يوم اكح، بس بجاء الليل ما اكح. يعني صحيت من النوم تكح. وش غيرها؟ والخشم. ايش في خشمك؟ سكان سوي كذا كل يوم. احو ما اشوف شر، ما اشوف قدامك العافية والله. امين ان شاء الله. ها؟ بطنك كبرى؟ خايف من يدري انت؟ لا. كفو عليك. Good boy. Okay. Good boy. Okay. ما في إبرة. ما في إبرة. إيش ما في إبرة؟ يبي إبرة. كذاب كذاب يبغى إبرة. تعطينا؟ يقول لي يريد إبرة. إيه رجال كافو. ما تخاف من الإبرة؟ لا والله. أبي دخايا ما هذا دخايا. الحين دخاف من الإبرة الحين لا. الحين ما تخاف منها. كذاب. بطل انا تغصيه تغصيه ترى شوي 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 هذا أنا ولا هذا عليا. Good boy you know you. ضحكني ما أحبها. Good boy you know you. ها دكتور إيش طلع في الزع؟ أوكي اللي أول أطيف دفايا، وهذا دفايا بعدين. دفايا. يعني بتسوي لك بخار، بتسوي لك بخار، عليك بخار. أوكي. طيب حلقة مزبوط؟ حلقة. حلقة أوكي. وخشمة. اللي المشكلة بس صدر شوي بس. بس صدرة. الباقي كله تمام. باقي كله تمام. الحمد لله. أكل زين. لازم يأكل زين. لازم يأكل زين شفت؟ تراك أنت أكلك وسط. بس تاكل فطاير 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 باستا في الليل فطاير في النهار، ولازم تاكل رز لحم شربة فواكه تفاح. انا ما اجيب لك عيشة. جيب 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 خاف تعلم علي بعد. شوف شر ما شوف شر والله بيعطونك بخار الحين. وشرك وش اللي يشرك؟ وشرك ما اقولك ما تشوف شر ما تك العافية. لا قل الشر ما يجيك. الله يحفظك ما يجيك. لو سمحت طلع برا بجي العملية. طلعني. ايه يلا الله يستر عليك. لا تهديني مع شوي دماغ خايف. اوكي خلاص يلا الحين تخمل وتنام، تدخل احلام وردية، تصحى تلقى نفسك في الرياض. غمض عينك غمض عينك غمض عينك غمض عينك. شوف صرفوا لك مضاد وصرفوا لك شراب كحة. لازم تلتزم بالعلاج، تشربك اشياء دافية، اي شيء بارد الحين تكنسله. خلاص لازم اليوم من الحين من الان رايح نهتم فيك. شغلتها محياه وش؟ اهتمام في نعم نهتم فيك. شو فيك انت مبرطم؟ يعني نصير الامها الام الام وكل شيء عندي. طيب شو فيك مبرطم؟ علمني فضفض عادي فضفض لنا كذا كذا كذا. اي وش مزعلك؟ شو مزعلني؟ اي شو مزعلني؟ انا اسالك وجهك ملتوي ما تبى تهدى احد. شكله ما يحب الاهتمام. شكله ما يحب الاهتمام. علمنا. انا مصداق ذي صدق. ها امين ان شاء الله. استغفر الله. ايش قاعد تقول؟ ما اقول شيء، اقول عافيه. عافيه طيبه والجنه هالجنه. تبي لك عيشه؟ ها تبي لك عيشه؟ عسل ومشاكيك وحركات. ايه ها ايه فطيرة. ايه ابشروها بسعيد. ايه ايوه الله عليك. مكان مكان الا صب كله الا الا تخلط صب كله. الله عليك شك عندك خبرة وفزع. انا الحمد لله لعبتك علاجات تقروشني بس شكك كنت دكتور. انا
5 سنين. اوه يريح. الاكبر عافية. يعطيك السلسلة. استغفر الله. شو العب يا ولد؟ شو العب سهل؟ جيبوا لي مواعطي. عليك معك تشرب اشرب. بسم الله بسم الله. يا ويلي ويلا. يا زينة العافية. والله يا زينة العافية يا زينة. أنا قصة بس الأكل. أنا قصة الأكل. أبشر بالأكل والله. حنا واكلين لنا يمكن 3 ساعات. نحتري شقرتي. شقرتي وينه؟ نحتري هيك. طالع مخابور عند الزحمة السري. هذا وش؟ الله يجعله عافية. 50 سيخ. 50 سيخ. ألعب على الطرف بس. اليوم اللبس بحري ما عرفتك. يا معود والله اليوم ايش عندكم طقمين بحري كلكم؟ شريطي ترى العود ما يوكل، تاكل اللحم لا تاكل العود. زين. والله العظيم لو متابعين بدون اكلوها الا وكلهم. الله الله. تبدا على النفس. الله الله. والله ما يعطيهم الحبه. الله يجعل عافيه والله. يا مدير جيب 20 فطيره وخمسه مشاكيش. طب الصدق عرفوا ليش انت مريض؟ يقول يمكنك مشتاق لماجد. قلبي انا قهر. مو حاله. واضح واضح انك مشتاق من عيونك واضح. تعال تعال. انا صحنا تعبان. اي بسم الله عليك. تبغاني تعافي؟ اي اكيد. اسمع ودني ملاهي. ملاهي؟ ملاهي تعبه. ملاهي تعبه. ملاهي تحتاج راحه. ايه صادق ابو خالد. لا الملاهي تونسني. بس انا امس رحت معك الملاهي تعبت. انا كنت ما ايه. الرجال يتعب الربيع فرحان. صادق. انا اقتنعت. ملاهي تعب. ملاهي تعب. ايه صادق ابو خالد. لا الملاهي تونسني. بس انا امس رحت معك الملاهي تعبت. انا كنت ما الرجال يتعب الربيع فرحان. صادق. انا اقتنعت. تبون تونسوني؟ ايه. تبون اتعافى؟ ايه. بالشفاء ان شاء الله. ايه بس لا تقول ابي ايس كريم. لا ما ابي ايس كريم. بسم الله عليك. ابي ايس كريم. نبي نلعب ملاهي. والله إذا كذا أبشر. والله إذا بتعافى أنا معك. والله مشينا ملاهي. تم يلا تم يلا جراند مول. بشرط بشرط خلي يروح معني هشام. أوه بدق عليه أشوف. يلا يلا هشام وجبناه لك. أرحب ملك الذوق. تدري إنه مصمم فيك والله؟ والله؟ إي والله. لكن ما أعطى فرصة الناس. ها؟ طيب مش نطلع ملاهي نلعب بولينج نلعب ملاهي ونلعب طرموت. هذه مرة ركبوا معك ايش قلت؟ ها؟ ركبوا معك. ركب يقول ركب شقردي مع قطار الموت. ايش قلت؟ تركب معي قطار الموت؟ اركب معك وين ما تبي، لو تبينا نركب السيارة للسعودية. والله ما طلعتك العب خطرة موش وزع. احسنت. مبسوط؟ مبسوط. وش ذي مصبوط؟ يا قاعد مديني بولينج الحين. طيب ليش ما تلعب في القطار ذا؟ مو بحسن لك. ايش قامك الحين؟ اصلا. ايش فيك؟ يا ولد ما نلعب نلعب صغار انا رجال. خلاص الحين بولينجات. بولينجات وطالع. اي. حتى انا الاول انا الاول بالعب. عدايب عوايدك الاول. اذا فاز علي انا اعطيه ما يبي. تم. يلا. وش لي؟ خلاص انسى عن التحدي كله. الله روح. كابو مرحبا يا ادم، كيف حالك؟ عساك طيب الحمد لله على سلامتك. ما تشوف شر ان شاء الله. ان شاء الله يعني اسبوعين نشوفك زي الحصان ان شاء الله. ان شاء الله. كفو عليك ادم. وزع مقدم ورد لادم مناسبه سلامتك. والحمد لله على سلامتك. تستاهل السلامه والله. وان شاء الله ها فتره بسيطه وتصير متعافي. قل ان شاء الله. ان شاء الله. دعوا له يا متابعين، دعوا له ربي يعافيه. حبيبي ادم.